الأسبوع الماضي على الخطوط السعودية في رحلة متجهة من جدة إلى الخرطوم، وأخبر قائد الطائرة بأن أحد الركاب أغمي عليه في هذه الرحلة، فرجع وهبط اضطراريا في مطار الملك عبد العزيز رحمه الله، وأنعش قلب ذلك الراكب وهو في العهد الثالث من عمره، عمره 30 سنة، ولكن قد نفذ قدر الله عز وجل ومات ذلك الراكب رحمه الله. ممكن أكون أنا وأنت مثل هذا الراكب أيها المبارك، أنا لا أعرفه ولا علاقة لي به، لكن القصة وجدت في القلب خدوشا. لماذا أيها الكرام الفضلاء؟ لأن غالب من يكون على رحلات السفر تجده أول ما تبرع الطائرة مباشرة يضع السماعات في أذنيه ثم يبدأ ماذا يستمع؟ إلا رحم الله عز وجل، لكن هذا نحن على سفر ومسافر، وغالبكم أيها الكرام الفضلاء يسافر ويرى ما ترى إلا أغاني ورقص ومباريات، صحيح؟ إلى غير ذلك. أخي المبارك أينما تكون يدرككم، ولو كنتم في بروج مشيدة. قال الله عز وجل آية تقرأ قلبك في سورة الرحمن: كل من عليها فان. يقول الفضلاء من البشر إن كل شيء تخافه تفر منه ويتبعه، صح؟ أنت لما تخاف من السبع بتمشي أمام السبع ولا وراه؟ هو يتبع. إلا الموت تخافه فتجده أمامك، والدليل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه مناهيكم. أنت في كل لحظة أخي المبارك. ولذلك قيل لخالد ما هو عمرك؟ قال عمري يوم أسلمت. بعضنا يقول عمرك كم؟ يقول عمرك 30 سنة. لا، عمرك هو القاضي وليس الذي لا يمر كتاب أغلق وانتهى، لكن ما هو القادم؟ أبشر أيها الكرام الفضلاء. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة من قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كمن قام الليل كله. أبشر أيها الفضلاء، وأنت تذهب لصلاة الفجر والجو ظلام، قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى الصلوات بالنور التام يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. مو جنة واحدة، لو جنة والله يكفي. روى مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن آخر أهل الجنة دخولا إليها؟ انتبه، هذا آخر واحد في الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل خرج من النار يكبو تارة ويتكعكع تارة ويطيح تارة، ثم إذا خرج منها نظر إليها وقال: الحمد لله الذي أنجاني منك. قال: ثم يرفع الله له شجرة فيقول: أي ربي أذلني منها أستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. قال: فيدنيه ربه منها ويقول: يا عبدي لا تسألني شيئا بعد ذلك، قل أي ربي ما بسألك. قال: ثم ينقص ما شاء الله فيرفع الله له شجرة أفضى منها وأكثر ظلا وثمرا وماء، فيقول: أي ربي أدرني منه لأستظل بظلها وآكل من ثمارها وأشرب الماء. قال: يا عبدي ما يصريني منك، يعني ايش تقطع مو عدل؟ قال: أي ربي لا أسألك بعد. وربه يعذره لأنه يرى ما لا يصبر عليه من النعيم.
قال ثم ترفع له شجرة على باب الجنة فيقول أي ربي، ويضحك الله عز وجل بما يليق بجلاله وكماله، فيكون مثل ما قال في الأوليين فيدنيه منها فيسمع غناء الحور العين في الجنة. أخي المبارك تب من غناء الدنيا لتنفر به غناء الحور العين في الجنة، تب من موسيقى الدنيا لتظفر به ما يكون من الريح التي ترسل على الناس في الجنة فتصفق أوراقها فتصدر صوتا جميلا. قال يا رب أدخلني الجنة، قال يا عبد أترضى أن يكون لك ملك ملك من الدنيا ومثله 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 ومثله، وفي رواية ومثله 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 عشر مرات. قال أي ربي أتهدأ بي؟ أنا أصدق أنه كمان تقول ملك عشر ملوك من الدنيا. قال يا عبدي إني لا أهزأ بك، ولكني إذا أردت شيئا أقول له كن فيكون. منظر صادم. نحن نذكر السلبيات والبشارات مبشرين ومنذرين. منظر صادم اليوم، وهؤلاء الأبناء الذين ألقوا بأمهم، أنا ما أدري مستشفى ولا بدل رعاية، شفتوا المنظر هذا؟ منظر يعني يقطع القلب. هذه الأم التي حملت تسعا وأرضعت سنتين حولين كاملين وأعطتك من كل خيرها، أيكون هذا هو جزاؤها أن تلقى وتشتمها وترفع صوتك عليها؟ والله عز وجل ما قرن شيئا مع توحيده إلا بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عند في الصحيح من حديث أبي هريرة قال يا رسول الله من أحب الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاق والدين. جاء رجل من الجمع في الصحيح قال يا رسول الله إني جئت أبايعك على الهجرة والجهاد. قال ألك أم حية؟ قال نعم تركتها تبكي. قال اذهب فأضحكها كما أبكيتها والزم رجليها فثم الجنة. ومن هنا يقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا ليس بحديث لكن أخذ من الحديث الذي ذكرنا هنا الآن. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رواه أحمد ومسلم في صحيحه بكى النبي عند رأس قبر فبكى الصحابة لبكائه فقال ما بالكم تبكون؟ قال وأين تبكون بكي؟ قال إن استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذني، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. انظر إلى أبي ماذا يحمل به يا إخواني. ابن عمر يرى رجلا يحمل أمه يطوف حول البيت ويقضي فيها المنازل، فقال يا ابن عمر أتراني أديت من حقها شيئا؟ قال كلا والله، ولا طلق من طلقات المخاض، ولا طلق من طلقات المخاض، إنك تحملها وترجو فناءها وكانت تحملك وترجو بقاء. أحد الدعاء يحكي عن أمه يقول أمي كانت يتيمة تعامل معاملة سيئة، فتزوجت ورأت في الرؤيا أن تنجب ولد ويموت وعمره 18 سنة. قال فأنجبتني، ولما بلغت 18 سنة ما مت، ففرحت الأم. قال ولكني كنت أسبح في المسبح فاندقت رأسي بأرضية المسبح فأصبت بشلل إيش؟ بشلل رباعي. قال وهي الآن تخرج من دبري العذرة الفضلات. هذه أمك يا أخي، ما في شيء مثل أمي يا أخي، والله ولا كنوز الدنيا زاد الله فيها ولا الأموال.
مهما بكت يا رجل. يقول أبو هريرة، يقول دخلت على أمي يوم الحديث الصحيح فوجدتها تدعو على النبي عليه الصلاة والسلام، تسب النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت أبكي، قلت يا رسول الله أدعو الله لي ولأمي. قال اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم حببهما لعبادك المؤمنين وحبب عبادك لديهما. قال فلما رجعت فقالت على رسلي، كانت تغتسل، قالت خذني لرسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مين مثل أم مهما فعلت؟ يقول أحد السلف، ما كنت أراجع أمي في كلمة، فإن ارتجت علي سألت إخوتي ماذا قالت أمي. ايش تبغي العزوز هذا مش يا رجل اتق الله، دحين بقيت عجوز. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الدرجة. ثالثا وبه اختم، اذان واذى كل مؤمن هذا الفكر الضال الذي يكفر المسلمين ويفجرهم. قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، اقوام حدثاء الاسنان، صغار سن، سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وسمعتم في الآية، ومن الناس من يعجبك قول عند بنات. الخوارج كانوا جهلة؟ ما كانوا جهلة، كانوا عندهم. عبد الرحمن بن ملجم هذا كان أستاذ القرآن في الطائف، هذول كانوا عندهم دين، عندهم قرآن ويحفظون، وأصحاب بلاغة وفصاحة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، لدود، معاند، مخاصم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا تولى أساء في الأرض ليفسد فيها. هنا تفيد العموم، ثم عطف الخاص، ويهلك الحرث والنس. حزام الناس المفجر فيه أناس آمنين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وعلى الجهة الثانية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله. الله يجعلنا من هؤلاء، صلاة وصيام طاعة لله ولرسوله ولولاة أمره، لا يشق عقل طاعة، لا يخبب في وسائل التواصل، ولا يجعل أحزمة ناسبة ليؤذي الناس ويؤذي المؤمنين. قيل نزلت في صهيب بن سنان الرومي الذي ترك ماله لله عز وجل، ومن الناس من يشري، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قال ابن عمر، ان من الورطات الحمراء التي لا مخرج منها لمن دخل فيها سفك الدم الحرام. عند الطبراني من حديث ابي امامه قال عليه الصلاه والسلام، ان بين يدي الساعه الكذب والهرج. الكذب قالوا نعرف الهرج، قال القتل، قالوا نقتل الكفار، قال لا، يقتل الرجل اباه وعمه وابن عمه وجاره. وده اللي حاصل ولا مو ده اللي حاصل؟ شفتم اللي قتل ابوه اللي قتل امه، وشفتم اللي قتل عمه وقتل خاله، نسال الله العافيه والستر والسلامه. قالوا يا رسول الله، وعقول ذلك الزمان، اهل ذلك الزمان فيهم؟ قال يذهب عقول اكثرهم، يظنون انهم على شيء وليسوا على شيء. لذلك ايها الكرام الفضلاء، قال الله عز وجل، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مسائل المهمات الكبار لها اهلها وبالي قوسها وخطيب منبرها، ولها علماؤها، وليس مقاطع يوتيوب وحسابات وهميه في تويتر الى غير ذلك من مثل هذه الاشياء. ونحن اولى ما نكون الان لكي نكون يدا واحده مع ولاه الامر الاخوان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مسلم. قال عليه الصلاه والسلام،
وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ 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 في النار، ومن مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة مع ميتة جاهلية. ونهى النبي أن يروع المسلم أخاه المسلم. أقل الترويع إنك تشيل الكذيانة من عند المسجد كما مخلوق تخبها، لا ما يجب ذلك، فما بالك بمن يفعل أكثر أكثر من ذلك. وختام البشرى جميلة أزفها لكم، روى النسائي والترمذي من حديث أم سليم، من حديث أنس عن أمه أم سليم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال يا أم سليم: سبحي عشرا، يعني سبحان الله سبحان الله عشرا، واحمدي عشرا، وكبري عشرا، الله أكبر، ثم سلي حاجتك يقل لك نعم نعم. أين مكانه؟ في السجود أو بعد التشهد وقبل وقبل السلام. حديث حسن بمجموع الطرق عند الترمذي وعند النسائي. نسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، ونجعل هذه الكلمة في موازين الحسنات، وأن يجزي يومنا خير الجزاء، وأن يجزيكم خيرا على أنفسكم وسماعكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وأبلغ لنا المروءة والشقاء والعسر، واجعلنا من رحمتكم الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا تقوى فزكها انت خير من زكاها، اللهم احفظها بحفظك وارفعها بالعز والبلاء بربك. اللهم انا نعوذ من الشر والضر والبلاء والاخاء والزنا والغيبه والسلاسل والريح والسيره السلام الله منها ما بطن. ارحم ابائنا وامهاتنا وكانهم حيا اقل الله ارفعها وكانهم مميزا، فاجعلنا صبرا لها انت جلاله النعيم. وفق ولاه امرنا وتحب وترضى، اقتربنا وسيد البر والتقوى. اللهم انا نعوذ بك من اهل التكفير والتهجير، اللهم نعوذ من شر وضر وفضل من اذاهم. اللهم انصر المسلمين المشارق والمغاربه في بلاد الشام والعراق واليمن، وانصر جنودنا على الثغور وربهم بالعزه والقيام قضيه الفضائل، وكيل المسلمين في بلاد فلسطين واراكان، فوق كل ارض وتحت كل سماء، ثم الكلام ربنا.